فاطمة المرنيسي كاتبة وعالمة اجتماع مغربية تهتم بقضايا النساء. ازدادت فاطمة المرنيسي سنة 1940 وبالضبط في مدينة فاس. درست فاطمة المرنيسي بالضبط في مدينة باريس وبالضبط في جامعة السوربون، ومن بعد تحولت إلى أمريكا وبالتالي حصلت على الدكتوراه ديالها في الولايات المتحدة الأمريكية. عادت فاطمة المرنيسي من الولايات المتحدة الأمريكية والتحقت ودرست بجامعة محمد الخامس ما بين سنتي 1974 وسنة 1981. مجموعة من المواد اللي درستها فاطمة المرنيسي في جامعة محمد الخامس من ضمنها المنهجية العلمية وعلم اجتماع الأسرة كذلك وعلم الاجتماع النفسي. توفيت فاطمة المرنيسي سنة 2015 وبالضبط في مدينة الرباط رحمها الله. أول دراسة للكاتبة وعالمة الاجتماع المغربية رحمها الله كانت ما وراء الحجاب اللي تم النشر دياله من بعد. فاطمة المرنيسي كاتبة وعالمة اجتماع مغربية معروفة وطنيا إقليميا ودوليا كذلك، قدمت الكثير والكثير للمرأة المغربية بصفة خاصة والمرأة العالمية بصفة عامة رحمها الله.